نشكر كذلك ساكنة جهة الشرق اللي وضعت الثقة في هذا المجلس اللي غادي إن شاء الله يكون عند حسن ظن الجميع. انتظارات كثيرة، البرنامج ديالنا إن شاء الله لهذه الولاية المقبلة وهي الاستمرارية في العمل اللي قام به المجلس السابق، ألا وهو الاستمرار في تنمية العالم القروي والشغل الشاغل الكبير وهو خلق مناصب الشغل، لأن غادي يكون هذا تحدي كبير لهذا المجلس هذا، واللي هذا الشيء كله كيدخل في صلب النموذج التنموي اللي كيرعاه صاحب الجلالة، اللي نتمناو إن شاء الله باش ننزلوا هذا البرنامج على أرض الواقع بمساعدة إن شاء الله الحكومة الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ما شفتوا اليوم معنا كانتخاب نتاع رئيس مجلس جهة الشرق، انتخاب نواب الرئيس وانتخاب كذلك الكاتب المجلس والنائب ديالو. انتخابات دازت في جو ديمقراطي بحضور السيد الوالي ولجهة الشرق عامل عمالة وجدة أنقاد. كما سبقت وشرت يعني هذه الانتخابات خذات بعين الاعتبار الاستحقاقات اللي كانوا في الثامن شتنبر، على اعتبار انه المجلس مكون من الاحزاب اللي وضعوا فيهم الناس الثقه ديالهم، حزب التجمع الوطني الاحرار، حزب الاصاله والمعاصره، وحزب الاستقلال. نتمناو جاهدين انه نشتغلوا داخل فريق واحد، فريق متكامل اللي يوضع جهه الشرق كاولويه نتاع الاولويات ديالو بعيدا عن اي مزايدات، والهدف ديالنا جميعا غادي يكون هو العمل من اجل يعني اعداد تتبع وانجاز المشاريع اللي ممكن تخلق التنميه داخل جهه الشرق. الرحمن الرحيم. اليوم تمت هذه العمليه، تتم هذه العمليه الديمقراطيه اللي شهدتها بلادنا بعد الانتخابات ديال 8 شتنبر. اليوم كان انتخاب ديال رئيس جهه الشرق والنواب ديالو، كذلك الكاتب والنائب ديالو. هذه العملية خضعت إلى تحالف كما سمعتوا كما عرفتوا، كاين تحالف على المستوى الوطني. بفعل النتائج لأول مرة في تاريخ الانتخابات ثلاثة الأحزاب تصدرت النتائج تقريبا على المستوى الوطني وفي كل الأقاليم والجهات. ونحن كذلك مشينا في نفس المنحة ديال هذا التحالف، ثلاثة ديال الأحزاب عطوا أغلبية، ثلاثة الأحزاب إن شاء الله في تحالف غادي يكون منسجم. ملي كيكون الانسجام داخل المكتب داخل العمل في المجالس كيفما كانت نوعها كتعطي نتائج. نتمنى إن شاء الله أن المواطن يحس بهذا التحالف القيمة ديالو، خاصة وإن شاء الله نأمنوا بأنه غادي تكون نفس التحالف في الحكومة، والحكومة من المفروض عليها أنها تدعم الجهة ديالنا، لأن الجهة ديالنا محتاجة الدعم الحكومي في القريب العاجل. المواطنات والمواطنين ديال الأقاليم من جهة كينتظروا التغيير، كينتظروا الحلول، كينتظروا البدائل. نتمنى إن شاء الله نكون عند حسن الظن.